ارحب في الاخ عزيز ابو حسن، يعني صولات وجولات وياه، وانا اعتقد هذا اثراء للبرنامج. يستاهل ابو حسن اضافه. ابو حسن رحب الاخوان. قبل لا تنتقل لهم ودي اقول نقطه اليوم تناقشنا فيها. تفضل. انه مرات امس كانت الفيصل ما بين المنتخبين الكويتي والسعودي في السجل التاريخي في كل شيء. احنا التقينا 46 مره لأمس، فزنا 17 مره، كل منا فاز 17 مره، تعادلنا 12 مره، ولاعبين جايبين 51 هدف وعلينا 51 هدف، يعني التعادل كان كل الارقام، كل الارقام كنا متساويين. لمباراه امس هذه الرساله ما بين السطور لاحدى الاسطبلات، لغايه امس النتيجه اصبحت لصالح الكويت، 18 فوز فارق هدفين. فالتاريخ الى الان مع الازرق الكويتي اللي نتمنى ان شاء الله يستمر في حصد الالقاب، وايضا النقله النوعيه في التصنيف اللي حصل اليوم او البارح مثل ما تفضلوا الاخوان اليوم، هذا كله بشاير خير في البطوله هذه. لكن ايضا اود ان اقول انه في معلومه لم تطرح الى الان، اللي هي انه في البطوله كل فريق مشارك لاول مره ياخذ مليون دولار. طيب والوصيف ياخذ 2 مليون والاول ياخذ 3 مليون. كنا نتمنى كبطوله خليج المبلغ يكون مغري اكثر، لكن ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله باذن الله.